السلام عليكم ورحمة الله، متابعينا في كل مكان أهلا ومرحبا بكم. النهاردة احنا معاكم من زرالدة، وبالتحديد من فندق مازفران اللي بيطل على شاطئ زرالدة، الشاطئ اللي بيطلق عليه اسم الشاطئ الأزرق. ودلوقتي هنقول لكم شوية معلومات عن الموقع اللي احنا موجودين فيه حاليا، للي ما عندوش معلومات عن المكان أو مزارش المكان قبل كده. دائرة زرالدة تابعة لولاية الجزائر العاصمة، تبعد عن وسط العاصمة حوالي 20 كيلو متر. بتضم زرالدة بلديات، 5 بلديات: بلدية زرالدة وسطوالي والسويدانية والرحمانية والمعالمة. معروف طبعا ان الجزائر العاصمة عبارة عن مدينة ساحلية بتطل على ساحل البحر الابيض المتوسط، ولكن كل مكان في العاصمة له خصوصياته وصفاته وجماله، وده بنلاحظه في كل مكان بنروح له. بنلاقي كل مكان له بصمته الخاصة اللي بيتميز بيها، وشاطئ زرالدة اللي موجودين فيه حاليا بيطلق عليه اسم الشاطئ الأزرق. وزي ما احنا شايفين المكان بيتميز بهدوءه وبجماله وروعته. المكان هادي جدا، مكان متميز، مكان رائع. ودلوقتي نسيبكم تستمتعوا بجمال البحر. Thank you.